أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم البعث والنشور أما بعد فأحييكم أيها الإخوة الأعزة حيثما كنتم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني المتعلق بالغرر مفهومه وأحكامه وكما تعلمون أن الأصل في المعاملات الحياتية الحل والإباحة ولا تخرج معاملة من دائرة الحل والمشروعية إلا إذا اكتنفها سبب من الأسباب الموجبة للتحريم كالغرر والضرر والظلم والربا ونحوها والله سبحانه وتعالى ما أحل معاملة ولا حرمها إلا لحكمة جليلة دقيقة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولو أن العباد قالوا سمعنا وأطعنا وخضعوا لأحكام الله سبحانه وتعالى وأسلسوا القيادة لها واستقاموا على الشريعة الإسلامية لكان خيرا لهم وأقوم ولسعيدوا في الدنيا والعقبى ولكن فئاما من الناس أبوا ذلك واتبعوا أهواءهم فكانت العاقبة ما حل بالنظام المالي بالنظام الاقتصادي المالي العالمي من كساد كبير وخسائر فادحة عظيمة وقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي أن هناك فرقا بين الغرر والقمار وقلنا بأن الغرر يكون في عقود البيوع والإيجارات والشركات وأما القمار فيكون في الألعاب والمسابقات كما أن الغرر يكون يسيرا وقد يكون فاحشا وأما القمار فلا يكون إلا فاحشا وقد ذكر بعض الباحثين أن الاقتصاد الحديث يطلق على عقود الغرر بالمعاوضات الصفرية وذكر مثالا على ذلك فقال لو أن شخصا باع سيارته المسروقة بثمن بخس فإن هذا المشتري إما أن يحصل على السيارة أو لا يحصل عليها فإن وجد المشتري السيارة فإنه يكون قد ربح الفارق بين القيمة الحقيقية للسلعة والثمن الذي اشتراها به فلو أن هذا المشتري اشترى هذه السلعة بخمسمائة ريال وكانت القيمة الحقيقية لهذه السلعة 1000 ريال عندئذ الفارق بين الثمن هذه السلعة والقيمة الحقيقية لها كما ترون هو 500 ريال عندئذ هذا الفارق سوف يكون ربحا للمشتري لأنه وجد هذه السيارة المسروقة وفي الوقت ذاته يكون البائع قد خسر هذا الفارق وأما إذا لم يجد المشتري هذه السيارة المسروقة فإن هذا المشتري يكون قد خسر الثمن الذي دفعه للبائع وفي الوقت ذاته يكون البائع قد ربح هذا الثمن الذي دفعه إليه المشتري ولا ريب أن هذا ظلم وأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أفرأيتم لو منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه فلو أن المشتري يعلم أنه لن يحصل على هذه السيارة المسروقة فإنه لن يقدم على شرائها ولو علم البائع أن المشتري سوف يحصل على السيارة فإنه لن يقدم على بيعها
وعلى قل تقدير فإنه لن يبيعها بثمن بخس. ولذلك لو جمعنا العائد مجموع العوائد للطرفين فإننا سوف نجدها صفرا. وهذه هي طبيعة عقود الغرر، فأحد العاقدين يربح والآخر يخسر ولا بد، أحدهما يربح والآخر يخسر 100%. هذه هي عقود الغرر، ولذلك حرمها سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى قاعدة جليلة لمعرفة الغرر، فقاعدة الغرر هي كل ما جهل مآله أيحصل أو لا يحصل، كل جهالة تؤدي إلى الخلاف والشقاق والنزاع فهي غرر، كل ما كان دائرا بين العطب والسلامة فهو غرر. وقد ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى أن ليس كل احتمال غرر، فالشخص قد يشتري السلعة لأجل أن يبيعها بربح، ولكن هذه السلعة قد يصيبها التلف، وقد يبيعها بخسارة، وفي الوقت ذاته قد يبيعها بربح، فالاحتمالات قائمة كما ترون، إلا أن هذه الاحتمالات كما ترون متعلقة بالربح. ولذلك إذا كانت الاحتمالات متعلقة بالربح وليس بمقوم من مقومات العقد وليس بركن من أركان العقد، فنقول عندئذ أن هذا العقد صحيح لا إشكال فيه، ويرتب أثاره بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الجهالة متعلقة بمقوم من مقومات العقد بركن من أركان العقد، عندئذ نكون أمام الغرر، وعندئذ تكون هذه المعاملة محرمة والعقد باطل كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندئذ فصور العقد ثلاثة، أذكر بعض هذه الصور، صور العقود التي تدخلها الغرر. الصورة الأولى أن تكون الجهالة في المبيع، أن تكون الجهالة في السلعة في المثمن، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الجهالة في الثمن. أما الصورة الثالثة أن تكون الجهالة في الأجل. وهناك صور أخرى، أكتفي بهذه الصور الثلاث وأذكر بعض فروعها مع الأمثلة عليها سريعا. الصورة الأولى أن تكون الجهالة في المبيع، أن تكون الجهالة في المبيع في المثمن في السلعة، وهنا فروع. الفرع الأول أن تكون الجهالة في المبيع ذاته، فلو أن شخصا باع بيتا من بيوته أو أنه أجر بيتا من بيوته أو أن شخصا باع الجزر أو باع الثوم أو باع البصل أو الفجل وهو ما زال في الأرض، لم يقلع من الأرض، عندئذ نكون أمام جهالة، أمام غرر، وهذا الغرر محرم كما ذكرنا سلفا. كذلك لو أن الصائد باع ما في شبكة صيده، وهذه الشبكة ما تزال في قاع البحر، لا يعرف هل فيها صيد أو لا، وإذا كان فيها صيد هل هو قليل أو كثير، هو لم يعلم ذلك لأنه لم يرى، عندئذ نقول بأن هذا غرر، لا تجوز المعاملة بهذه الصورة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أن تكون الجهالة في مقدار المثمن كبيع الحصاة، وقد ذكرناه في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى.
الفرع الثالث أن تكون الجهالة في القدرة على تسليم المبيع. فلو باع سيارته المسروقة أو باع جمله الشارد، هذا ذكرنا بأنه لا يجوز وأنه من باب الغرر. الفرع الرابع إذا كان العقد فيه عدم القدرة على عدم تملك المبيع، فلو أن الشخص باع طيرا في الهواء أو سمكا في قاع البحر، هنا عدة احتمالات، هل سوف يتم قبضه، هل سوف يتم الحصول عليه أو لا، ولذلك هنا غرر، والغرر محرم كما ذكرنا. الأمر الأخير، الفرع الأخير، عدم قبض السلعة المبيعة، عدم دخول السلعة المبيعة في ضمان المشتري. فلو أن شخصا اشترى سيارة ولم يقبضها ولم تدخل في ضمانه وقام ببيعها فورا، فإن هذا العقد فيه غرر، لأن هذه السلعة ربما تتلف، وإذا تعرضت للتلف فإنها سوف تكون من ضمان البائع، فماذا سوف يسلم المشتري للمشتري الذي اشتراها منه. كما أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أيضا قاعدة مهمة، وهي أن الغنم بالغرم، أي أمر أنت تتحمل خسارته عند ذاك يجوز لك أن تحصل على أرباحه. فالقاعدة الغنم بالغرم، فأي أمر تتحمل خسارته أنت يحق لك أنت تستحق أن تكسب أرباحه. فهنا الخسارة تكون على البائع لو تلفت السلعة قبل قبضها وقبل أن تدخل في ضمان المشتري، فكيف يستحق هذا المشتري الأرباح لو باعها إلى شخص آخر؟ فهذا غرر، والغرر محرم كما ذكرنا. الصورة الثانية أن يكون الغرر في الثمن، سواء كان الغرر في طبيعة هذا الثمن، في الثمن ذاته، أو كان الغرر في مقدار هذا الثمن، أو كان الغرر في صفة هذا الثمن، فكل هذا غرر، والغرر محرم كما ذكرنا. الصورة الثالثة أن تكون الجهالة في الأجل، فلو أن شخصا ما باع سيارة واشترط أن يكون تسليم هذه السلعة إذا صار غنيا، أو إذا صار المشتري غنيا، فإنه سوف يدفع ثمن هذه السلعة، هذا كله غرر وعندئذ لا يجوز. هذه هي الصور الثلاث لعقود الغرر. والغرر في المعاملات المعاصرة كثير، أذكر بعضها. أولها التأمين التجاري، أو ما يسمى بالتأمين التقليدي. الغرر في التأمين التجاري غرر كثير فاحش، ولذلك جمهور العلماء المعاصرين على تحريمه بصوره كافة، بأقسامه كافة، وذلك أن هذا العقد فيه غرر فاحش. ويتمثل ذلك في أن المؤمن له، المستفيد من هذا التأمين، يدفع قسطا للشركة، يدفع قسطا للمؤمن، في المقابل أن يحصل على تعويض لو وقع الخطر المؤمن منه. فلو أن شخصا أمن على سيارته بمئة ريال في السنة، هذا الذي أمن هذه السيارة إما أن يحصل أو إما أن لا يحصل الخطر المؤمن منه، وعندئذ يكون المؤمن له المستفيد قد خسر هذه المئة، لأنه لم يحصل على مقابل من المؤمن. وإما أن يقع الخطر المؤمن منه، وعندئذ يكون هناك تعويض.
إلا أن هذا التعويض قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا عندئذ سوف تتحمل الشركة هذه الخسارة فهنا احتمال بين الربح والخسارة فإما أن يربح هذا وإما أن يربح هذا والعقد عقد معاوضة وعندئذ قالوا بأن هذا غرر وهو غرر فاحش ولذلك حرموا التأمين التجاري هذا المثال الأول المثال الثاني لنفرض أن شخصا أمن على سيارته وأصاب هذه السيارة حادث فعندئذ هذا الشخص يستحق هذا التعويض ولكن هذا الشخص ذهب إلى شخص آخر أو أتاه شخص آخر واتفق على أن يسلم هذا الشخص الآخر أن يسلم من يستحق التعويض من الشركة أو من متسبب للضرر أن يسلمه لنقل 1000 ريال وبعد ذلك هذا الشخص الآخر يذهب يطالب الشركة بالتعويض ويرفع عليها دعاوى في المحاكم ليحصل على التعويض هذا العقد فيه غرر لماذا؟ لأن هذا الشخص المستحق للتعويض قد يستحق مالا قليلا قد يكون أقل من 1000 ريال الذي تسلمه من الشخص الآخر وقد يكون أكثر من 1000 ريال قد يكون 2000 قد يكون 3000 لا سيما إذا كان الضرر قد لحق الشخص بنفسه فقد يصل التعويض إلى 10000 كما تعلمون فهو في المقابل هو دفع 1000 ريال فقط أو حصل هذا الشخص على 1000 ريال في المقابل أن الشخص الآخر قد حصل على أكثر من ذلك بكثير أو أنه حصل على أقل من ذلك بكثير وهذا غرر والغرر محرم الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة من عقود الغرر المعاصر بيع الإيصال لو أن شخصا قد ظهر اسمه في الجريدة مثلا أنه يستحق أرضا ما من الحكومة فقام ببيع هذا الحق لشخص آخر عندئذ هنا غرر لأن هذا الشخص الذي اشترى هذا الإيصال قد يحصل على أرض في مقبرة أو في وسط وادي وقد يحصل عليها في مركز المدينة فهناك احتمالات قد يربح هذا وقد يخسر هذا وعندئذ هذا أمر محرم لا يجوز كذلك أيضا من المسائل المعاصرة بيع الشقة أو بيع البيت على الخريطة أو بيعه قبل الشروع في البناء ولم يحدد أو لم تحدد الصفات الدقيقة لهذا المبيع ولم تحدد الآجال إذن هذه كلها احتمالات وهي موجبة للغرر داعية للغرر ولذلك تحرم مثل هذه المعاملة الأمر الأخير عقود المشتقات المعاصرة عقود المشتقات المالية هذه كلها يكتنف غرر ولذلك هي محرمة إلا إذا انتفى عنها الغرر فذلك أمر آخر أما هذا هو التكييف الذي يكيفها العلماء المعاصرون شروط الغرر المحرم متى أقول بأن هذا الغرر محرم ومتى أقول لا إذا توافرت 4 شروط أو إذا توافر شرط من الشروط 4 التي سوف أذكرها بحول الله سبحانه وتعالى فعندئذ نكون أمام معاملة محرمة وأن هذا العقد عقد باطل أول شرط من هذه الشروط أن يكون الغرر في عقد معاوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر إذن قال بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والبيع عقد من عقود المعاوضات ومعنى أنه عقد من عقود المعاوضات عقد من عقود المعاوضات معناه أن كل واحد من العاقدين
يأخذ مقابلا لما أعطى، فهذا يأخذ الثمن وذاك يأخذ السلعة، فكل واحد منه من العاقدين يأخذ مقابلا لما أعطى، وتعطى بقية عقود المعاوضات حكم البيع لوجود المعاوضة في كل عقود المعاوضات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا النهي اقتصر على البيع، لأن البيع أهم العقود وأكثرها انتشارا وشيوعا. فعقود المعاوضات إذا اكتنفها الغرر فإن هذا الغرر يؤدي إلى النزاع والشقاق والخلاف، ويؤدي أيضا إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك قلنا بأن هذه المعاملة محرمة. أما إذا كان الغرر في عقود التبرعات فإن هذا الغرر مغتفر، فإن هذه المعاملة جائزة والعقد صحيح يرتب آثاره. لماذا؟ لأن عقد التبرع، لأن عقود التبرع لا مقابل فيها، لا عوض فيها. عقود التبرع قائمة على الإرفاق والإحسان والمعروف والتكافل والتعاون. الغرر في عقود التبرعات وإن وجد إلا أنه لا يؤدي إلى الخلاف والنزاع والشقاق، لا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. وأضرب لكم مثالا على ذلك، فلو أن شخصا وهب شخصا آخر بيتا من بيوته، نقول هنا الغرر حاصل، الغرر موجود في هذه المعاملة، إلا أن هذا الغرر لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع والخلاف، ولا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فهذا الواهب إما أن يعطي الموهوب له، إما أن يعطيه أفضل بيوت بها ونعمت، وإما أن يعطيه أدنى بيوته. وعندئذ هذا الموهوب له إما أن يأخذ هذا البيت وإما أن يتركه، فهو بالحرية، إما أن يأخذه وإما أن يتركه. فإذا أخذه أو تركه لم يخسر شيئا. لماذا؟ لأنه لم يبذل مقابلا. كذلك أيضا الواهب لا يخسر شيئا لأنه تبرع، لأنه متبرع. وعندئذ هذا الغرر لا يؤدي إلى الخلاف والشقاق والنزاع، ولا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. كذاك لو وهبه سيارته المسروقة، أي هذا الموهوب له إذا وجد السيارة بها ونعمة، وإذا لم يجدها لم يخسر شيئا. وكذلك أيضا الطرف الآخر الواهب لم يخسر شيئا. وكذلك لو شخص أوصى ببيت من بيوته أو أوصى بسيارته المسروقة، هذا كله جائز، لأنه إن حصل على بيت من البيوت، إن أعطاه الورثة أو أعطاه الوصي أفضل البيوت أو وسط البيوت أو أدنى البيوت، فبها ونعمة. إن أراد أن يأخذه فليأخذ، وإن أراد أن يتركه فليترك. إذن لا يوجد هنا عوض، لا يوجد هنا مقابل، ولذلك لا يؤدي هذا إلى النزاع والخلاف والشقاق وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك قال العلماء يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. ومن هنا أجيز التأمين الإسلامي أو التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي، لأنه قائم على التبرع، قائم على التكافل، قائم على التعاون، ولذلك أبيح. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الغرر مقصودا أصالة في العقد لا تبعا، أن يكون العقد مقصودا أصالة في العقد لا تبعا. فإذا كان العقد الغرر مقصودا أصالة في العقد كالأمثلة التي ذكرنا سابقا في الغرر، فعندئذ هذا غرر يفسد المعاملة كما ذكرنا. أما إذا كان
الغرر تابعا فعندئذ يكون مغتفرا حتى ولو كان موجودا إلا أنه مغتفر. ولذلك قال العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وأذكر لكم مثالا على ذلك. قلنا في الدرس الماضي لو أن شخصا باع اللبن الذي في ضرع الدابة، قلنا بأن هذا أمر لا يجوز لأن هنا عدة احتمالات، وهذا العقد عقد معاوضة لأنه بيع، وهذا غرر والغرر محرم لأنه قد يخرج، قد لا يخرج شيئا من اللبن، وقد يخرج قليلا وقد يخرج كثيرا، فالاحتمالات قائمة والعقد عقد معاوضة. لكن لو أن الشخص هذا باع الناقة بذاتها وزاد في الثمن لأجل اللبن، لأجل كونها حلوبا، زاد في الثمن، في ثمن هذه الناقة لأجل اللبن، عندئذ الغرر هنا تبعا، لأن المقصود من هذا العقد هو الناقة، هذا هو المقصود الأصلي، المقصود الأصلي والناقة، واللبن جاء تبعا، فعندئذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصلي. لكن لو قال البائع بعتوك الناقة، بعتك الدابة ولبنها، عندئذ سوف يكون اللبن هنا معقودا عليه بالأصالة لتبع، وعندئذ يكون العقد عقد غرر لا يجوز. ففرق بين الصورتين. أذكر مثالا آخر، لو أن شخصا باع الحمل الذي في بطن الناقة، قلنا بأن هذا غرر، قد يكون انتفاخا وقد يخرج ذكر وقد يخرج أنثى، قد يخرج واحدا وقد يخرج أكثر من ذلك، هذا أمر لا يجوز لأن عقد معاوضة. لكن لو باعه الناقة وزاد في الثمن لأجل الحمل، عندئذ يكون الحمل هنا معقودا عليه بالتبع، ليس معقودا عليه بالأصالة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لكن بشرط كما ذكرت لكم ألا يقول البائع بعتك الناقة وحملها، بعتك الناقة وحملها، عندئذ نكون هنا الحمل معقودا عليه بالأصالة لا بالتبع، وعندها يكون العقد هنا عقد غرر وهو أمر محرم كما ذكرنا أكثر من مرة. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الغرر فاحشا. إذا كان الغرر فاحشا كالأمثلة السابقة، عندئذ تكون المعاملة محرمة والعقد فاسدا. أما إذا كان الغرر يسيرا، إذا كان الغرر يسيرا فإن الغرر اليسير معفو عنه. متى يكون الغرر يسيرا؟ إذا كان هذا الغرر مما يتسامح الناس فيه عادة، إذا كان الغرر يتسامح الناس فيه عادة، إذا كان الغرر لا يمكن الوقوف عليه، عندئذ يكون هذا الغرر مغتفرا، لأن الغرر يسير لو لم يغتفر لوقع الناس في حرج وضيق وعنة ومشقة، والدين دين يسر. الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأذكر لكم بعض الأمثلة، دفع الأجرة لمن أراد أن يدخل دورة المياه. في بعض الأماكن وفي بعض الدول إذا أراد شخص أن يدخل إلى دورة المياه يدفع أجرة، يدفع مقدار من المال. هنا الغرر حاصل من جهتين، الجهة الأولى من حيث مدة المكث في دورة المياه، قد تكون مدة قليلة وقد تكون كثيرة. الجهة الثانية
مقدار المال المستخدمة والمستعمل، قد يستخدم ماء كثيرا وقد يستعمل ماء قليلا، فالاحتمال قائم، إلا أن هذا الغرر غرر يسير ولذلك غرر معفو عنه. أيضا بيع الدار مع الجهل بأساسها، هذا أمر لا يمكن أن يقف المشتري عليه، ولذلك أمر غرر معفو عنه. إذن الغرر اليسير معفو عنه، لأنه لو لم يعفى عن الغرر اليسير لا حرمت كثير من المعاملات، وفي هذا ما فيه من الحرج والعنة والمشقة على الناس، والشرع الرباني جاء برفع الحرج لا بأخذ الحرج والعنة على الناس. ومن هنا البوفيه، ما تسمى بالبوفيه، البوفيه المفتوحه، هذا امر جائز. لماذا؟ لان هذا الغرر غرر يسير يتسامح الناس فيه عاده، لا يؤدي الى الخلاف والشقاق والنزاع. الشرط الرابع: الا تدعو اليه حاجه معتبره التي توقع الناس في حرج وضيق شديدين، بشرط ألا توجد وسيلة أخرى يقضى أو تقضى بها هذه الحاجة، يعني أن تكون الحاجة متعينة. وبشرط آخر، وهو أن يكون ذلك بقدر دفع هذه الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا أباح العلماء المعاصرون التأمين التجاري إذا فرضته الدولة ولم يوجد هناك تأمين إسلامي، لم يوجد هناك تأمين تكافلي، تأمين تعاوني، عندئذ أجيز التأمين التجاري للحاجة إليه، ولكنه يقتصر على قدر الحاجة، فلا يؤمن التأمين الشامل إلا إذا كان هناك قانون يوجبه، عندئذ لا بأس أن يصار إلى هذا التأمين الشامل لوجود هذا القانون. كذلك أيضا بيع المعلبات، بيع البطيخ، بيع الشمام، بيع البيض، بيع الرمان، اللوز والجوز، هذه مما لا يوقف على ما في باطنها مما يؤكل، هذا أيضا مما تدعو الحاجة إلى إباحته، رغم أن الغرر حاصل فيه، قد يكون فاسدا وقد يكون ليس بفاسد. عندئذ الغرر حاصل لكن الحاجة دعت إلى رفع هذا الغرر، إلى إجازة هذه المعاملة، بشرط كما ذكرنا بشرط أن يقتصر على قدر الحاجة ليس إلا. فبيع الشمام مثلا في صندوق أو في كراتين دون الاطلاع على ما في داخل هذه الصناديق قانون لا يجوز، لأنه فيه غرر، قد يكون هذا الشمام وهذا البطيخ قد يكون فاسدا، وقد يكون لا يصلح للأكل، وقد يكون ليس بكبير، فالاحتمالات قائمة، عندئذ لا يمكن. أما المعلبات سواء كانت في كرتون أو في صندوق لا بأس، لأنها لا تختلف إن كانت في صندوق أو كانت خارج ذلك. فإذا هذا هو الشرط الرابع: أن لا تدعو إليه حاجة معتبرة، وذكرت الأمثلة على ذلك، إلا أن هذا لا يمنع إن وجد عيب في هذه المشتريات التي ذكرتها أن يرد هذا المشترى حسب ما ذكره العلماء من شروط أخرى. أكتفي بهذا وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.